أسبوع جديد بأنبائه وأحداثه، نتابع أهم هذه الأحداث بالبحث والرصد والتحليل. ومن أبرز أحداث هذا الأسبوع، الحكومة تعلن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ضمن حزمتها الاقتصادية الثالثة. وزارة التربية والتعليم تعلن عن نتائج متقدمة للطلبة الأردنيين ضمن امتحان بيسا لقياس القدرات التعليمية. وفي ملفنا الدولي، لبنان يطلب مساعدة 8 دول لمواجهة أزمة الاقتصادية قبيل مشاورات نيابية تهدف لتشكيل حكومة جديدة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى موجز لأهم الأنباء مع انتصار كريشان. شكرا لك طارق، أهلا بكم. أعلن نقيب الأطباء علي العبوس الاتفاق على علاوات خاصة للأطباء، وذلك عقب اجتماع بين مجلس النقباء وديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة، مؤكدا أن هذه العلاوات سيتم رفعها غدا إلى رئيس الوزراء للتصديق عليها لتدخل حيز التنفيذ العام المقبل. تم الموافقة من قبل الأطراف الثلاثة، وزارة الصحة ممثلة بمعالي وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية وايضا النقباء، على وضع البرامج او وضع الهيكله للعلاوات الخاصه بالاطباء، حيث ستبدا هذه العلاوه ب 160%، ثم ترتفع عبر المسار المهني الخاص للاطباء للطبيب العام الى 190%، وهناك اطباء حتى يتم تنفيذ هذا المسار المهني للطبيب العام لم يحصلوا على علاوات ستزاد لهم علاوه 15% اضافيه. أما المسار الثاني وهو الأكثر هو الطبيب الداخل في برنامج الإقامة أي التخصص، عند حصوله على السنة الأولى من الإقامة سوف يكون 170%، وعند حصوله على الجزء الأول 180%، وإذا حصل على البورد 235%، وإذا كان أخصائي أول 255%، وإذا كان مستشار 275%. ارتفعت حصيلة قتلى للاحتجاجات في العراق إلى 25 وإصابة عشرات آخرين عندما فتح مسلحون النار عليهم في ساحة التحرير في بغداد. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد سلمية التظاهرات والوقوف ضد المخربين والمندسين، مطالبين بتغيير الوجوه السياسية ومحاسبة الفاسدين. شارك اللبنانيون في مسيرة شعبية للتصعيد قبل يومين من الاستشارات النيابية المرتقبة الاثنين المقبل لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية. ويصر المحتجون على تشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة. ختام الموجز، هذه عودة لطارق والجولة في أخبار الأسبوع. ولا مشاهدينا في جولة إلى أهم أخبار الأسبوع الماضي، والبداية بيوم الأحد وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 19%، إذ سجلت نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفاع مقداره 0.25% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة وصلت إلى 19.20%، كما وبينت الدائرة أن التراجع جاء بمقدار عشر مئوي مقارنة بالربع الثاني من العام 2019. الآن إلى يوم الاثنين، والمتسلل الإسرائيلي يعترف بتهمة التسلل غير المشروع إلى أراضي المملكة. جاء اعتراف المتسلل الإسرائيلي خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة، وتتعلق بالتهمة الموجهة إليه بالتسلل غير المشروع إلى أراضي الأردنية. ونفى المتسلل الإسرائيلي أن يكون مذنبا بتهمة حيازة مواد مخدرة من أجل التعاطي. بالانتقال إلى يوم الثلاثاء، والضمان الاجتماعي توضح بأن سحب أرصدة التعطل لا يؤثر على ملاءتها المالية. وقال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الإصبيحي، قال أن الخدمة التي تتيح للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل بالسحب من أرصدتهم الادخارية في هذا التأمين ولغايات التعليم والعلاج هي استحقاق قانوني. أضاف الإصبيحي أن هذا السحب لا يؤثر على الملاءة المالية للمؤسسة، ومبينا أن هذه الأموال المتراكمة في حسابات التعطل عن العمل هي ملك كامل للمؤمن عليهم، وهي ناشئة عن نسبة اقتطاع 1.5% من أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ أن تم تطبيق تأمين التعطل عن العمل بتاريخ الأول من شهر أيلول من عام 2011.
والآن إلى يوم الأربعاء وإخلاء سبيل مدير الجمارك السابق وضاح الحمود أحد المتهمين بقضية التبغ، حيث وافقت محكمة أمن الدولة على إخلاء سبيل المتهم في قضية التبغ مدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود مقابل كفالة عدلية بقيمة 100,000 دينار. قال رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي بيضين لقناة المملكة، قال إن المحكمة أبقت على إشارتي الحجز التحفظي ومنع السفر على الحمود. والآن إلى يوم الخميس وزيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري، حيث أعلنت الحكومة عن البدء باحتساب الزيادات اعتبارا من بداية العام المقبل. وجاء الإعلان عن الزيادات خلال إطلاق رئيس وزراء الدكتور عمر الرزاز للحزمة التحفيزية الثالثة بعنوان رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك ضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز النمو وتحسين الخدمات. ونختم بيوم الجمعة، والمحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها بشأن خطط إسرائيل لضم غور الأردن، حيث أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أعربت عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية لضم غور الأردن. واعتبرت بن سودا أنه حان الوقت اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها، ذلك بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية المحتلة. أضافت أن التحقيقات سوف تركز كذلك على جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 من حزيران من عام 2014. أخبار الأسبوع مستمر من قناة المملكة وفيه بعد قليل. الحكومة تعلن عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ضمن حزمتها الاقتصادية الثالثة. ووزارة التربية والتعليم تعلن عن نتائج متقدمة للطلبة الأردنيين ضمن امتحان بيسا لقياس القدرات التعليمية. أهلا بكم مشاهدينا لأخبار الأسبوع في ملفه الأول. عقب تعهدات حكومية متتالية تتعلق بالسعي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أطلق رئيس وزراء الدكتور عمر الرزاز الأسبوع الماضي أطلق الحزمة الاقتصادية الثالثة، والتي تضمنت زيادات مختلفة على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري اعتبارا من مطلع العام المقبل. هذا ومن المنتظر مشاهدينا أن تنعكس هذه الزيادات التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2010 أن تنعكس وبشكل عملي وملموس على تحريك عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال رفع القدرة الشرائية لنحو 700,000 مستفيد، وخصوصا إذا ما نفذت الحكومة تعهداتها الأخرى في مقدمتها عدم رفع أو فرض أي ضرائب جديدة. الحزمة التنفيذية الثالثة التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الخميس الماضي حملت في طياتها ما يسر نحو 700,000 مواطن، إذ أعلن الرزاز عن زيادة على رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بدءا من مطلع العام المقبل. الرواتب والأجور وتحسين الأداء. الزيادة التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين هي الأولى منذ العام 2010 بحسب الرزاز، وتقدر بنحو 130 مليون دينار. الحكومة أشارت إلى أن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام للفئة الأولى ستصل إلى 15% وللفئتين الثانية والثالثة إلى 20%، إضافة إلى علاوات ستكون مرتبطة بمسارات مهنية الرتب فور جاهزيتها. أما المتقاعدون المدنيون فقد قررت الحكومة زيادة رواتبهم بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، حيث يستفيد منها نحو 81,000 متقاعد. الحكومة بيّنت أن الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب، والمتقاعدون فانقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم إلى قسمين. المرحلة الأولى نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من الأول من تشرين الأول الماضي، والمرحلة الثانية زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين إلى التقاعد بعد تاريخ الأول من حزيران عام 2010، وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من بداية العام المقبل. وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية بين 25 و64 دينارا، وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
والحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الملف انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو سيد مازن رشيد الخبير والمحلل الاقتصادي. أستاذ مازن أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أسبوع فيكم أستاذ مازن. يعني إذن رفع لرواتب العاملين في القطاع العمومي من 15 إلى 20% ضمن الحزمة الثالثة للحكومة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن الأردني، هل فعلا هذه الزيادة سوف تحقق هذا الهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطن؟ طبيعة الحال يعني هذا خبر مهم جدا الحقيقة. الحزمة الثالثة اللي تم الحديث عنها ركزت أكبر بشكل أكبر على القوة الشرائية للمواطن. كان في حزمة أولى، حزمة الثانية ركزت على الأمور الاستثمارية، تحفيز الصناعة بشكل أو بآخر، لكن الحزمة الاقتصادية الثالثة أنا بشوف لها أهمية أكبر، طبعا خصوصا أنه بتسلط الضوء على تعزيز القوة الشرائية للمواطن الأردني. احنا بنعرف أن القوة الشرائية للمواطن خلال العشر سنوات الماضية تأثرت بشكل كبير، طبعا لأسباب إقليمية، لأسباب تراجع الوضع الاقتصادي، ارتفاع التضخم في سنوات من خصوصا في فترة ما بين 2013 و14 بعد يعني الربيع العربي، طبعا كان في هنالك ارتفاع، طبعا نزوح اللاجئين، كلها أثرت على الأداء الاقتصادي خصوصا على القوة الشرائية للمواطن الأردني. احنا بحاجة إلى مثل هذه الحزمة الاقتصادية تدفع عجلة الاقتصاد، النشاط الاقتصادي للبلد، خلينا نقول أنه تحسن أيضا الظروف المعيشية للمواطن. مهما كان هذا الرقم أستاذ مازن، يعني مهما كانت النسبة قليلة، لو 10 دنانير، لو 15 دينار، لو 20، هي سوف تفرق على وستختلف وستنعكس بالأحرى على التسوق والقوة الشرائية لدى المواطن. طبعا أنا مش شايف أنه نسبة قليلة على فكرة. أنا يعني كان هنالك خلينا نقول تسريبات سابقة أنه هنالك راح يكون مراجعة لرواتب القطاع العام بجميع فئاته، توقعت أنه يكون ما بين 5 إلى 10%، لأنه إحنا بنعرف أنه الموازنة العامة المالية الحكومية بتعاني من وجود عجز، قد يكون عجز مزمن، بالتالي لا تحتمل الإضافات طبعا. وإحنا شفنا لما كان هنالك إضراب المعلمين كيف استمرت لفترة أكثر من شهر، وبالتالي لا هلأ شفنا أنه لا، قطاعات أخرى في القطاع العام شملت رفع الأجور ما بين 15 إلى 20%، تعتبر نسبة جيدة جدا، خصوصا أنه آخر رفع للأجور كان قبل العشر سنوات. نعم. بالتحديد عن عام 2010، تبعها بعد سنتين كان عملية تنظيم أو هيكلة للرواتب. لكن يعني مازن اسمح لي، ولكن أيضا نتحدث آخر رفعة كانت في العام 2010 بهذا الشكل، نحن نتحدث عن التضخم، عن غلاء. نعم. المعيشة، يعني ال 300 دينار كان يكفوا في 2010 الآن لم يعد يكفوا، أيضا بكفي الآن 500 دينار بعد 10 سنين بصير مثله مثل بالعامية مثل معه 200 دينار، بالتالي كيف يمكن أن يعني الحكومة تكون الزيادات منتظمة لكي تواكب غلاء المعيشة والتضخم الموجود، لا تكون كل فترة وفترة، البعض اقترح أن تكون ولو بنسبة قليلة مئوية 1% 2% كل عام. وهذا اللي حصل. أنا من ضمن اللي قرأته وتصريحات رئيس الوزراء كان هنالك عملية ربط جديد، مش بس الرواتب القطاع العام وحتى المتقاعدين، بنسبة التضخم السنوية. نسبة التضخم قد تصل إلى 2%، 1% قد تصل في سنوات سابقة وصلت إلى 5 و7%. إذا عملية الربط أنا بشوفها عملية ربط علمية مهمة جدا، تشمل أيضا المتقاعدين، يعني حتى المتقاعدين في القطاع المدني والعسكري أيضا رح يستفيدوا من عملية ربط الرواتب المستقبلية، عملية رفع هذه الرواتب والمعاشات بمعدل التضخم. لكن السؤال أنا اللي بشوفه أنه هناك أيضا دائما نواحي إيجابية لكل عملية، نواحي يعني خلينا نقول سلبية. نعم. تحدثنا عن أنه التحدي الكبير هو أنه وجود عجز قد يكون الأكبر خلال سنوات سابقة، نتكلم عن حوالي 300 مليون. نعم. دينار، هذا بعد المنح، فعادة كانت تصل إلى مستويات مشابهة في السنوات الماضية، لكن تتراجع إلى ما دون 700 مليون دينار بعد المنح المتوقع حصول الأردن عليها. لكن نتكلم عن 1,250,000، رقم كبير، عجز، لأنه النفقات طبعا النفقات الجارية رح يطرأ عليها ارتفاع كبير، وفي نفس الوقت هنالك ارتفاع في النفقات الرأسمالية والاستثمارية بواقع 33%. أنا بشوف أنه الحكومة في الأردن
بتحاول أيضا تنعش الإيرادات الضريبية، وهي يعني نظرية اقتصادية. مش دائما عملية رفع الضرائب رح تؤدي إلى رفض الخزينة بإيرادات ضريبية جديدة، مكافحة التهرب الضريبي هذا موضوع، لكن أيضا هنالك نظرية اقتصادية بتقول أنه كلما حاولت تعزز من عملية الاستهلاك تكون قوة شرائية أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، معناته أنه البيع قد يرتفع، وبالتالي لما يكون هنالك مبيعات واستهلاك مرتفع رح يساعد أنه تكون هنالك إيرادات ضريبية ترفد خزينة الدولة بأموال إضافية. جربنا عمليات التقشف في سنوات ماضية، رفع الضرائب، رفع الدعم عن المحروقات والخبز وغيره ومواد أساسية، ما شفنا هنالك ارتفاع كبير في الإيرادات الضريبية. لكن عملية أنه دفع عجلة الاقتصاد من خلال رفع الرواتب، دعم القوة الشرائية للمواطن، قد تساعده في عملية شراء كبيرة في الشارع الأردني بين المحلات التجارية في الأردن، وبالتالي قد ترفد خزينة الدولة بإيرادات ضريبية. إذا تتوقع هذا التدوير لهذه الزيادة أن يكون لها نتائج إيجابية كبيرة على القدرة الشرائية وأيضا على خزينة الدولة؟ طبعا، هذه يعني نظرية اقتصادية تم إثباتها في كثير من دول العالم الحقيقة. حتى لما تكون في حالة ركود اقتصادي، معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الماضية ما بتجاوز 2%، كانت في منتصف 2005 إلى 2009 كانت توصل إلى 10% و 9% معدل النمو. كانت الأوضاع مختلفة نوعا ما، ما كان في تدفق بأعداد اللاجئين بمئات الآلاف وغيرها. هلأ عم نجرب سياسة اقتصادية مختلفة من خلال دعم الاستهلاك، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي فيما يتعلق في بند الاستهلاك تحديدا، دفع عجلة الاقتصاد قدما، مش فيما يتعلق بالحزمة الأخيرة الثالثة، ولكن حتى في الحزمة الأولى والثانية اللي من خلالها العقاري لاحظنا هنالك في حركة في الإحصاءات الأخيرة تتكلم هنالك تحسن في متعلق يعني الاستثمارات في البلد، ومنعكس على ذلك من تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للمواطن. طبعا لما تكون هنالك يعني نشاط اقتصادي بتعيد الروح له، أكيد رح يؤدي إلى يعني أنه يعزز النشاط الاقتصادي بجميع قطاعاته الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها. القوة الشرائية للمواطن هذه كرت مهم جدا ممكن الحكومة تلعب فيه من أجل إعادة الروح إلى الاقتصاد الأردني اللي بيعاني من مشاكل اقتصادية أنا بشوفها هيكلية خلال السنوات الماضية لأسباب أنا بشوفها إقليمية بالدرجة الأولى. تدفق اللاجئين مثل ما ذكرنا، ارتفاع البطالة لمستويات قياسية، نتكلم عن 19.1%، والمديونية أيضا في مستويات القياسية تتجاوز 40 مليار دولار. حان الوقت أنه التركيز على إعادة القوة الشرائية للمواطن. أنا بتذكر في شهر 3 من العام الحالي كان في هنالك مظاهرات في فرنسا، وكان سببها الرئيسي هذه المظاهرات بنزين زائد، أنه بتطالب الحكومة تدعيم القوة الشرائية. كيف يعني تدعيم القوة الشرائية؟ ممكن من خلال تخفيض رسوم جمركية، تخفيض الضرائب، رفع المعاشات والدخل للأفراد والمواطنين. وهذا اللي أنا بشوف أنه بلشت الحكومة الأردنية تعيد النظر فيما يتعلق برواتب الموظفين. ذكرنا أنه خلال 10 سنوات لم يتم عملية أي رفع للرواتب، كان هنالك معدلات تضخم مرتفعة مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن الرواتب بقيت كما هي. الآن نحن بحاجة لسيناريوهات وأفكار اقتصادية أخرى لمواجهة هذا النقص في الموازنة وهذا العجز في الموازنة وهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي كما قلت دائما تؤكد أستاذ مازن أن السبب الرئيسي فيها هو ما حدث في منطقة المحيط العربي منذ العام 2011. طيب أستاذ مازن، ننتقل الآن إلى موضوع أيضا تحسين مستوى المعيشة. هل تعتقد أيضا الآن مطلوب رفع أيضا، ما دام نتحدث عن رفع القطاع العام، رواتب القطاع العام، أيضا رفع الحد الأدنى للأجور مثلا؟ طبعا هذا شيء مهم. أنا وأنا عم بقرأ بتفاصيل الحزمة الثالثة لفت نظري أنه الحد الأدنى فيما يتعلق برواتب المتقاعدين مثلا لا تقل عن 300 دينار. كان هنالك أرقام
أقل من 300 دينار فيما يتعلق بحصول المتقاعدين سواء كان في القطاع المدني أو العسكري. ما كان يأخذ 220 أصبح يأخذ 300، ارتفع 80 دينار لحد نعم. الأدنى بدأنا بالأمور التقاعدية، خلينا نقول الجزء المرتبط بالمتقاعدين أصبح الحد الأدنى 300 دينار، وحتى فيما يتعلق بعملية رفع النسب 15 إلى 20%، ال 20% تحديدا هي اتجهت نحو الفئة اللي صاحبة الدخل أقل. المتدني. ال 15% أيضا شملت طبعا الرواتب أو الفئات الأكثر دخلا نوعا ما. نوضح أنه زيادة كانت على العلاوة الفنية مش على العلاوة الفنية طبيعة الحال، وحتى في جزء من الأساسي. من المعلمين اللي أخذوا كمان رفع، كان هنالك رفع على رواتبهم بشهر سبتمبر الماضي، أيضا كان هنالك تأثروا إيجابا فئة منهم، أعتقد الفئة الثالثة تحديدا تم رفع رواتبهم ضمن الحزمة الثالثة والأخيرة اللي نتحدث عليها. تحسين القدرة الشرائية مرة أخرى أنا بشوفها من الأمور المهمة. ما نتفاجأ أنه تدعيم هذه القوة الشرائية للمواطن رح أيضا تؤدي إلى زيادة العوائد الضريبية للدولة من خلال زيادة النشاط الاقتصادي في البلد، القوة الشرائية، وتعمل حركة في البلد اللي احنا شفناها في الفترات السنوات الماضية تقلصت. كان هنالك شكاوي من قبل التجار والصناعيين، حتى الصادرات الأردنية تأثرت بالتراجع. أنا بتوقع مع هذه الحزمة الأخيرة رح يعني تصيب المواطن الأردني بشكل مباشر وبشكل نعم. إيجابي، وإن شاء الله تنعكس على مالية الدولة. إلى توقعات إيجابية للقدرة الشرائية وتخفيف من حالة الركود الحالية الموجودة في الأسواق. السيد مازن رشيد الخبير والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا سيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. والآن إلى ملفنا الثاني في أخبار الأسبوع. ومنذ انطلاق امتحان بيسا الدولي في العام 2006 والأردن حريص على المشاركة فيه بهدف قياس القدرات التعليمية في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم لطلبة الصف العاشر. الدورة الأخيرة من الامتحان التي عقدت العام الماضي وبمشاركة 80 دولة كشفت نتائجها تقدما حققه الطلبة الأردنيون مقارنة بالدورات الماضية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز إلى الإشادة بهذا التقدم، وذلك من خلال تغريدة عبر تويتر ومعتبرا إياه ثمرة جهود كبيرة تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة. 20 درجة معدل الزيادة في متوسط علامات الطلبة الأردنيين في كل من مبحثي العلوم والرياضيات، فضلا عن التقدم 11 درجة في القراءية مقارنة مع دورة الدراسة من عام 2015 بحسب النتائج التي أعلنتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD. بيزا برنامج دولي لتقييم الطلبة يطلق دراسة كل 3 أعوام، شارك بنسختها لهذا العام 79 دولة من بينها الأردن. نتائج هذه الدراسة أظهرت أن ترتيب الطلبة الأردنيين تقدم بمعدل 18 رتبة في العلوم و7 رتب في الرياضيات و10 رتب في القراءية مقارنة بالرتب التي حققوها في دورة 2015 للدراسة. دراسة البرنامج بيزا أيضاً أظهرت تصدر الأردن لقائمة الدول الست التي كان واضحاً تقدمها في مادة العلوم، كما جاءت بالمركز الثالث من بين الدول التي أحرزت تقدماً في الرياضيات وعددها 13 دولة. النتائج اللافتة التي حققها الطلاب دفعت بوزارة التربية والتعليم وشركائها إلى التأكيد على استمرارها بعقد البرامج الهادفة إلى التركيز على نوعية التعليم لإكساب مهارات القرن 21 عبر مناهج جديدة تقول إنها تركز على مهارات التفكير والتحليل والاستنتاج بدلا من الاكتفاء بحفظ المعلومات وإعادة استرجاعها. طبعا مشاهدينا الكرام، الحديث اكثر حول هذا الملف انضم الينا الان هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله عبابنه رئيس المركز الوطني لتنميه الموارد البشريه، الحديث اكثر حول هذا الامتحان الدولي لتقييم الطلبه امتحان بيسا، والحديث اكثر حول تفاصيل هذا الامتحان واهميته للطلبه واهميته للمستقبل واهميته ايضا لدى المملكه. طبعا انضم الينا الان السيد عبد الله. استاذ عبد الله اهلا وسهلا بك في اخبار الاسبوع. استاذ عبد الله، اذا تحدث بدايه عن هذا الامتحان بيسا، اهميه هذا الامتحان. سيدي تنبع اهميه هذا الامتحان من عده جوانب. الجانب الاول، هذا الامتحان حقيقه هو اسمه
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة. هذا يعد من أهم امتحانين في العالم لقياس قدرات الطلبة في مجالات ثلاث رئيسية، هي العلوم والرياضيات والقراءية، للطلبة الذين أعمارهم 15 سنة. الآن لماذا 15 سنة؟ لأن هذا السن يفترض في هذا السن أن الطالب يمتلك مجموعة من المعارف والمهارات في المباحث الرئيسية الثلاثة تمكنه من الدخول إلى سوق العمل، ويمتلك المهارات الأساسية اللازمة لمواكبة العصر والاستعداد للتعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. طيب دكتور، يعني الأردن يشارك وحريص على المشاركة منذ العام 2006 في هذا الامتحان، في الدورة الأخيرة في العام 2018 كانت أفضل النتائج. ما الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم الحكومة للارتقاء بمستوى الطلبة وتحقيق هذه النتائج الأخيرة؟ يا سيدي، حقيقة أبنائنا الطلبة طلابا وطالبات قد حققوا إنجازا تربويا مهما جدا على الصعيد الوطني والصعيد الإقليمي والصعيد العالمي. ترجم هذا الإنجاز بمقدار التحسن الذي تفضلت به. الآن هذا التحسن جاء بفعل جهد تربوي كبير قادته وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع مدارس التعليم الخاص ومدارس الأنروا ومدارس الثقافة العسكرية. وكان من ثمرة هذا الجهد والمتابعة الحثيثة من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الأداء المتميز لطلبتنا في هذه الدورة. طب دكتور، بدي أستغل وجودك أفهم من الطلبة المشاركون في هذا الامتحان، طلبة من المدارس الحكومية والخاصة ومن الوكالة أيضا؟ يا سيدي، هذا البرنامج الدولي أو هذا الاختبار تجاوزا هو يقيس أداء طلبة الأردن. كل طالب يدرس على الأرض الأردنية، ولذلك هذا الأداء حقيقة يعطي مؤشر نوعي حول جودة نظامنا التعليمي في الأردن، نظامنا التعليمي كله. والأمر الآخر أنه تنبع أهمية هذا الاختبار من عدد الدول التي تتزايد كل دورة في المشاركة في هذا الاختبار. إذا استعرضنا عدد الدول منذ عام 2000 اللي هو بداية هذا الاختبار، كل دورة يزيد عدد الدول حيث بلغ في الدورة الأخيرة 79 دولة. وحقيقة الجهات الدولية المعنية بتطوير نظم التعليم في الدول المختلفة عندما تريد أن تقرع عن نظام أي تربو في أي دولة، إحدى المؤشرات التي تنظر إليها كيف مستوى أداء طلبة تلك الدولة في هذه الاختبارات الدولية. ولذلك العالم ينظر نظرة خاصة إلى ويراقب باهتمام شديد ما هي الدول التي تتحسن في هذا الاختبار وتتقدم باستمرار، لأن تعكس مرة ثانية تعكس أن هناك جهدا كبيرا جدا في تلك الدولة يبذل لتطوير نظام التعليمي. وكما تعلم أخي العزيز، إن في الأردن حقيقة أعز ما نملك هو رأس المال البشري، والمدخل الحقيقي للرأس المال البشري النوعي هو التعليم. وإذا استعرضنا خطابات سيدنا بالفترة خلال العقدين الماضيين، كان يركز على نقطة رئيسية، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو نوعية التعليم وكيفية المحافظة عليه في ظل محدودية الموارد. الآن أداء طلبتنا في هذه الدورة يعكس أن نظامنا التعليمي يسير في خطى حثيثة. نأمل في المستقبل إن شاء الله أن تتحقق مزيد. جزاك عبد الله الثاني، قال يعني أمام كل محافل في كل منبر دولي يقول نفخر بالشباب الأردني بسبب المستوى، وسينصدم العالم من مستوى الشباب الأردني. طيب دكتور عبد الله، يعني هذا النتائج جيدة، الطلبة الذين حققوا نتائج جيدة في هذا الامتحان، كيف سينعكس عليهم هم نفسهم في مستقبلهم التعليمي في التعليم العالي بعد خروجهم من المدرسة إلى الجامعة؟ يا سيدي، يعني هذا بعطينا مؤشر كبير جدا أنه فعلا كلما زاد مستوى
تعلم أبناء الطلبة وامتلاكهم للمعارف والمهارات الرئيسية، هذا مؤشر على أن نجاحهم في المستقبل بإذن الله سوف يكون عالي جدا. وكما تعلم دائما وأبدا هناك ارتباط كبير ما بين علامات الطالب بشكل عام في المدرسة ونجاحه الأكاديمي أو نجاحه المستقبلي في الجامعات وفي العمل. ولذلك الآن الدول التي تتبوأ الصدارة الاختبارات الدولية، نتائج الاختبارات الدولية يحكم عليها أنها تمتلك أفضل نظام تعليمي من مؤشر بسيط جدا أنه فعلا طلابها دائما وأبدا هم في الصدارة في الصدارة. والأمر الآخر أنه 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 عجلة الاقتصاد وعجلة التنمية في أي دولة هو مفتاح حقيقة جودة نوعية نظام التربوي والتعليمي. ولذلك هذه الدول المتقدمة كلها التي تتمتع الآن بمؤشرات في تنمية الموارد البشرية العالية الاقتصادية والاجتماعية والصحية الآخرية، إذا حللناها السر وراء ذلك حقيقة هو طبيعة وجودة نظام التعليم. طب دكتور، يعني حققنا نتائج جيدة في طلبة أردنيين شاركوا كثر في هذا الامتحان، البعض يقول ليش ما ننظر إلى نتائج الطلبة بالتحديد ونشوف من أكثر من جاء بعلامات عالية أو بتقييم عالي في هذا الامتحان واستثمار هؤلاء الشباب والعمل عليهم واستثمار هذه الطاقات المبدعة؟ نعم يا سيدي، أولا هذا الاختبار هو مش مرتبط بالمنهاج، بمعنى ليس اختبار تحصيلي، هذا يقيس مرة ثانية المعارف والمهارات التي يمتلك الطالب بعد مرور 9 سنوات في المدرسة. هذا الأمر أول. الأمر الثاني الآن الذي يحدث الفرق في عجلة التنمية الاقتصادية ونوعية التعليم في أي بلد، ومن هنا أن في الأردن السر أنه الاستثمار الرئيسي عندنا تاريخيا هو الاستثمار الأكبر في التعليم. لو استعرضنا على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم تاريخيا خطط تطوير التعليم في وزارة التربية والتعليم متصلة غير منقطعة، لأنه في إيمان مطلق أنه هذا هو الاستثمار الأصح، وهذا ما دفعنا إلى تغيير مناهج الصفين الأول والرابع في مادتي تحديدا العلوم والرياضيات لبناء جيل في المستقبل القريب يمتلك قدرات تنافس عالميا. نعم يا سيدي، هذا جانب معين. الآن هذه النتائج المباركة الجديدة حقيقة وضعتنا أمام تحدي جديد، لأنه الدورة القادمة لبيزا راح تكون بال 2021. التحدي الآن أنه كيف نرتقي بأداء طلبتنا في الاختبار القادم. بمعنى آخر هناك إصرار وعزيمة عند ذوي الشأن التربوي سواء في وزارة التربية والتعليم أو في القطاع في المدارس الخاصة أو الأنروة أو الثقافة العسكرية، بإذن الله سوف يكون أداء طلبتنا في الدورة القادمة أفضل. طب أنت قلت كيف وأنا أسألك كيف. نعم كيف يمكن نتقل في مجهودهم وقدراتهم خلال السنوات المقبلة؟ هون يا سيدي الآن في تركيز على تطوير المناهج، هاي واحد. الأمر الثاني في تدخلات تربوية ومقاربات تربوية وخطط وبرامج تقوم فيها وزارة التربية والتعليم ما يتعلق بتدريب النوعي للمعلمين، تحسين بيئة التعلم، تحفيز طلبتنا، تحفيز المعلمين والمشرفين التربويين والإدارات المدرسية. وهناك حقيقة إصرار والتزام من كل ما ذكرتم سوف يكون المستقبل إن شاء الله في الاختبارات هذه أفضل بإذن الله. طيب دكتور، يعني هذا الامتحان يركز على المستوى الطالب كما قلت في مادة يعني في العلوم وفي الرياضيات وفي اللغة الأم قرأي. كما يعني قرأنا هذا الامتحان، اللغة الأم اللغة العربية الآن للطلبة الأردنيين، كيف ترى التحرك نحو تعزيز قدرات الطلبة في القراءة والتعبير عن هذه القراءة لدينا دكتور؟ ولكن يعني أقيس لك وأربطك في ما جاء قبل أسابيع أو قبل أشهر قليلة من البنك الدولي، تحدث أن 52 من الطلبة الأردنيين الأطفال في المرحلة الابتدائية يعانون من فقر التعلم وليس التعليم. فقر التعلم عندما نقول تعلم يعني في فهم وقراءة والتعبير عن هذا النص، بالتالي كيف يمكن أن نرتقي في هذا المجال؟ يا سيدي نحن ندرك مدى أهمية اللغة العربية وأهمية القراءة، لأنه هي الأساس. الطالب القوي في القراءة في اللغة العربية وفي القراءة يستطيع أن يتعلم أي مادة علمية أو رياضية أو تربية وطنية على سبيل المثال أو إنسانية اجتماعية بقوة الآن. ولذلك وزارة التربية والتعليم أدركت أهمية هذا البعد، تبنوا مبادرة مهمة جدا لتعليم القراءة والحساب للطلبة في الصفوف الثلاث الأولى معروفة برام
وحقيقة بيّن لها أثر ملحوظ في تحسين مستوى أداء الطلبة في القرائية وفي الرياضيات والعلوم. والمناهج الجديدة ركزت على هذا الجانب. إذا بترجع الآن للتدخلات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والبرامج التطويرية، ستجد أن اللغة العربية تحظى بأهمية خاصة بالإضافة للمواد الأخرى. ولذلك بالنسبة لنا هذا يعني البعض بيقول لك، العائلات بتقول لك صار في تهميش، صار كل اتجاه نحو اللغة الإنجليزية. أبدا. لكن على الواقع التربوي والتعليمي لا، هذا الحكي مش صحيح. لا ارجع الآن، خذ مادة اللغة العربية، شوف وزنها في الخطة الدراسية، وزنها في الخطة الدراسية في وزارة التربية والتعليم، ستجد أنها تحظى بالأهمية الأكبر من حيث الأهمية، وفي تركيز كبير جدا على الاهتمام باللغة العربية من الصفوف الأولى، الصف الأول والثاني والثالث إلى آخره. هذه حقائق يمكن الرجوع لها بسهولة إلى وزارة التربية. طب دكتور، يعني كان في هناك احتفاء حكومي بهذه النتيجة كما عبر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. نحن تحدثنا عن خطط تربوية، الآن أتوقع الموضوع لا يتعلق فقط في وزارة التربية والتعليم، في التنشئة أيضا لهؤلاء الطلبة. ما المطلوب أيضا بالتنشئة أيضا من العائلة؟ طبعا يا سيدي، دائما وأبدا معروف أنه التعلم يتم في سياق، السياق يجب أن يكون داعم قوي جدا للمدرسة وللمعلم ولإدارة المدرسة والمشرفين التربوي. لما أقول السياق الاجتماعي والثقافي، ونحن كأسر أنا جزء من هذا السياق، ولذلك يجب أن نكون كعائلات كأولياء أمور قريبين جدا من المدرسة، ويجب أن نكون داعمين للمدرسة، ويجب أن نكون داعمين للمعلم ولأبنائنا الطلبة، محفزين لهم وللإدارات المدرسية. هذا دورنا الكبير جدا، يعني لا يمكن أن تقوم المدرسة بدورها بمعزل عن الأسرة أو العكس تماما. ولذلك بهمنا دائما وأبدا، بالإضافة للدعم الفني الذي تقدم وزارة التربية والتعليم للمعلمين والمشرفين، أن يكون هناك دعما اجتماعيا مناظرا قويا جدا. نعم. طب دكتور، يعني البعض أيضا يقول لماذا الامتحانات أيضا في مدارسنا لا تكون أو تصبح ترتقي لتكون امتحانات توازي هذه الامتحانات الدولية، لا تكون فقط امتحانات تحصيلية؟ أنت قلت هذا الامتحان ليس تحصيلي، بيزا هو امتحان تقييمي لمستوى عام للطلبة. لماذا الامتحانات لا نركز دائما، نركز على التحصيل 96% 97%، لا نركز على التقييم ككل؟ كيف يمكن أن نرتقي أيضا في تطوير الامتحانات الموجودة في مدارسنا؟ سيدي، هي الاختبارات كلها بمجملها هي أداة، الغرض منها دائما وأبدا الرئيسي هو تحسين التعلم وتحسين التعليم. ولذلك حتى تطوير الاختبارات في مؤسساتنا التربوية تشهد عملية تطور حقيقي الآن. احنا بهمنا الآن إذا بتاخذ أي منهاج، في تلاقي في كتاب مدرسي، المنهاج في مجموعة من المعايير العامة، في نتاجات تعلم خاصة، حتى تتأكد أن نتاجات التعلم الخاصة قد تحققت، لابد أن يكون هناك اختبار صادقة من خلال أداء الطلبة عليها تستطيع أن تحكم أنه تعكس مستوى حقيقي للطلبة. بالضبط. ولكن بالأخير أنت بدك تعمل تحديد مستويات للطلبة، بدك تعمل برامج إثرائية، بدك تعمل برامج توقية، بدك وهذه البرامج متوقع أن تكون موجودة خلال الفترة المقبلة بإذن الله. طبعاً. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله العبابني، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. شكرا. أخبار الأسبوع مستمر من قناة المملكة وفيه بعد قليل. لبنان يطلب مساعدة 8 دول لمواجهة أزمة الاقتصادية قبيل مشاورات نيابية تهدف لتشكيل حكومة جديدة. أهلا بكم إلى أخبار الأسبوع، وفي ملفها الثالث والملف الدولي هذه المرة. يحتار اللبنانيون لأي أمر يقلقون، فبينما يتأنى السياسيون في مشاوراتهم المليئة بالأولويات ونقاط الاتفاق والاختلاف والتوازنات، يراقب المواطنون اقتصادهم وهو يهوي،
فيتهافتون على البنوك لسحب مدخراتهم من البنوك، تكتوي أيضا الليرة بمزيد من الخسائر المؤلمة. هذا المشهد مشاهدينا يولد خشية عند مراقبي المشهد اللبناني بأن لا تتحمل العملة الضعيفة أساسا مزيدا من الضغوط والتأني، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة يبدو الأقرب حاليا لرئاستها رجل الأعمال سمير الخطيب. الحكومة التي ستواجه أسوأ أزمة مالية في لبنان منذ الحرب الأهلية لم يظهر حتى الآن رئيسها الذي يجب أن تتفق الكتل النيابية عليه قبل أن يصادق على قرارها الرئيس اللبناني ميشيل عون. الأزمة التي بدأت تتمكن من مفاصل البلاد تزيد الوضع المعقد تعقيداً، ففي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية يرفض المحتجون أي اسم يتم تداوله في الصالونات السياسية أو تحاول كتل نيابية وحزبية مؤثرة تشميسه، إذ يبدو أن حكم الجماهير بات قاسيا وجادا برفض أي مقترح كان على اتصال سابق بالحكومات المتعاقبة التي خلفت فسادا ثقافيا وسياسيا بحسب ما يرون. الرئيس اللبناني أعلن أن مشاوراته مع النواب ستبدأ الاثنين وسط أحاديث عن تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية، حيث ترد أخبار عن إمكانية ترشيحه من قبل تيار المستقبل، وهناك موافقة من قبل حزب الله تلوح في الأفق، إلا أن محتجين عبروا عن رفضهم لهذه التسوية لأنها برأيهم ستؤدي إلى حكومة شبيهة بالحكومات السابقة، لذلك يصرون على تشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة. وباحتداد المواقف تزداد الأزمة الاقتصادية حدة، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التلاعب بسعر صرف العملة وسياسات المصارف التي قيدت تصرف المواطنين بأموالهم بحسب محللين. إلا أن الشارع اللبناني ما زال ساخناً رغم توجيه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري نداءات لعدة دول عربية وأوروبية لتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات. حديث أكثر حول الملف اللبناني ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي سيد علي الأمين. أستاذ علي، أهلا وسهلا بك في أخبار الأسبوع. أستاذ علي، مشاورات مستمرة لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، المواطن اللبناني مصر على الاستمرار في التظاهرات، تطورات ميدانية وتطورات سياسية في لبنان، بالتالي إلى أين تتجه الأمور خلال الأيام المقبلة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. لا شك أنه الأزمة يعني هي مستمرة منذ 17 تشرين، وهي التي عكستها بدرجة أساسية الأوضاع المالية والاقتصادية التي وصل إليها البلد، والأعمق والأهم برأيي هو فشل القواعد اللعبة السياسية في إمكانية إنقاذ الدولة مما وصلت إليه، بل اعتبار أن هذه القواعد القائمة على المحاصصة وصلت إلى طريق مسدود، ولذلك كانت الانتفاضة اللبنانية في وجه هذه السلطة، بمعنى أن المطالبة كما أشار التقرير من قبل الناس هي بحكومة من الكفاءات والمستقلين، فيما السلطة تبدو اليوم بمختلف أطرافها تتجه لإعادة إنتاج الحكومة السابقة، ولكن يعني بأقنعة جديدة، بمعنى أن هذه الحكومة السابقة المزمعة يجري الحديث عن حكومة تكنوسياسية يرأسها رجل الأعمال الخطيب، وبالتالي هذه الحكومة في جوهرها هي تمثل المحاصصة وإعادة إنتاج المحاصصة. طيب، بين الفرقاء السياسيين. أستاذ علي، يعني أخطر أخطر ما يصيب الوضع. تحدث عن حكومة تكنو سياسية، يعني البعض قال المتظاهرين يريدون حكومة تكنوقراط، ميشيل عون يقول حكومة تكنوقراط في ظل الوضع السياسي في لبنان صعب للغاية، وأنت قلت رجل الأعمال سمير الخطيب، هذه الأسماء وهذه المشاورات إلى أي حد تلبي مطالب وتطلعات الشارع اللبناني؟
لا تلبي أبدا المتطلبات، والسبب أنه لم تقتنع يعني منف السلطة وتحديدا مثلث رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل حتى الآن بضرورة تغيير حقيقي داخل السلطة، بمعنى الخروج من منطق المحاصصة الذي دمر الاقتصاد ودمر السياسة ويكاد يدمر يعني الليرة اللبنانية بشكل كما يعني فجائع إذا صح التعبير. العقلية التي ما زالت تتحكم بالسلطة لا تريد الإقرار بأن هناك شيئا حقيقيا حصل في الشارع، ولا بد من التجاوب مع ما حصل بإحداث تغيير حقيقي. الذي تتجه الأمور اليوم كما أشرتم في التقرير إلى تسمية سمير الخطيب، لكن حتى هذه التسمية واضح أن هناك إرباك داخل السلطة، لأن الجميع مقتنع أن هذا السلوك وهذا النمط حتى في اختيار الشخصية سمير الخطيب ليست كافية لأن تشكل حصانة لخيار السلطة. وبالتالي يجري الحديث اليوم ما زال رغم تأييد الرئيس الحريري لترشيح سمير الخطيب فيما كتلته ستجتمع غدا مساء لإعلان موقفها النهائي، إلا أنه هناك يعني لا زال هناك إصرار على أن يكون ضمني على أن يكون الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة باعتباره الطرف المؤهل للتحدث مع المجتمع الدولي في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى مساعدات جدية من المجتمع الدولي، وليس هناك من يمكن أن يقوم بهذه المهمة كالرئيس سعد الحريري. لكن الإشكالية كما تعلم تقوم على أن الرئيس الحريري يجب أن يستجيب لمتطلبات السلطة، بمعنى أن لا يأتي بشروطه بل بشروطها. هو ما زال يؤكد على أنه إذا في حال أراد أن يكون رئيس حكومة يريد حكومة تكنوقراط، هذا ما لا يوافقه رئيس الجمهورية الذي يعتبر كما أشرت أن المرحلة السياسية لا تتطلب وجود سياسيين. لكن أيضا يمكن أن يرد على هذا الكلام بأنه التجربة السابقة كانت السلطة الحكومات السياسية وهي التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الذي نحن فيه اليوم. علما أيضا أن لدى القوى السياسية مجلس النواب وتستطيع أن تسقط أي حكومة في أي وقت تشاء، لذلك المطلوب مهلة زمنية محددة هي 6 أشهر فقط وبصلاحيات استثنائية لمواجهة الأزمة الخانقة. طب في ظل هذه المشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعيدا عن موضوع تكنوقراط أو تكنو سياسية أو غير ذلك، ولكن أيضا أستاذ علي البعض يقول إلى أي مدى اللبنانيون قادرون على تشكيل حكومة دون تدخل خارجي، إيران، الولايات المتحدة، دول أخرى في المنطقة؟ يعني أولا يجب الإقرار أنه المسيطر الفعلي في البلد اليوم هو حزب الله، يعني هذا أمر لا يحتاج إلى تدقيق ولا إلى نقاش، وهو يدير لعبة تشكيل الحكومة بشكل مباشر يعني أكثر مما بشكل غير مباشر، هو مركز السلطة. وبالتالي التدخل المطروح اليوم هو التدخل يعني من قبل سلطة تمثل إيران بالدرجة الأولى. أما من الجهة الأخرى المقابلة لا يبدو أن هناك شروطا تتصل بأن يكون فلان أو فلان في هذه الحكومة، لكن هناك مطلب من مؤتمر صادر الذي يشارك فيه دول عديدة منهم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية متعددة، هي تطمح أن يكون هناك حكومة تستجيب لما يعني لتستجيب لمتطلبات الشارع أو لمطالب الشارع، وأنها يجب أن تراعي أن هناك شيئا تغير على مستوى الشارع. هذا حتى الآن برأيي لم يتم، لا يبدو أن هناك من استجابة جدية له. هذا حدود التدخل إذا صح التعبير نسميه من خارج السيطرة الإيرانية، لكن هذا التدخل أيضا هو يأتي في سياق الدعوة للاستجابة للشارع أكثر مما هو تدخل باختيار أشخاص محددين أو أسماء محددة أو ما إلى ذلك من خيارات. لا بل ما نلاحظه اليوم في لبنان أنه هناك إدارة ظهر للبنان يعني للأزمة اللبنانية سواء على المستوى العربي أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي، يعني نعم. ربما لأول مرة في تاريخ الأزمات التي يعيشها لبنان نلاحظ أنه في شيء من يعني من اللا اهتمام بما يجري على المستوى الداخل اللبناني، لا سيما في أزمته الاقتصادية والمالية، والأهم في أزمته السياسية التي تعبر عن
يعني مصادرة كاملة للحياة السياسية اللبنانية وأيضا للتنوع السياسي الذي عرف فيه لبنان. نعم. طيب بدي أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي من بيروت السيد علي الأمين، شكرا جزيلا لك. مع الشأن اللبناني نصل معكم مشاهدينا إلى نهاية أخبار الأسبوع، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.